الاحصائيه بتاعت موقع تذكرتي طبعا الشركه المحترمه اللي منوط بيها تنظيم المباريات، وجماهير نادي الزمالك الموسم اللي فات هي الاكثر حضورا والاكثر زحفا خلف فريقها، وفي الثمان جولات الماضيه برضو نادي الزمالك في الصداره. عشان الجماهير دي لما بتشوف ان نادي الزمالك رجع لاستقراره، رجع له رئيس نادي قوي، رجع له مستشار مرتضى منصور بيعرف يجيب البطولات بالظبط. دي، فبيبقى رايح بثقه، رايح وهو عارف ان كل حاجه متوفره للعيبه دي. رئيس النادي وفر لهم كل حاجه وجاب لهم افضل مدير فني وعمل لهم عزل تام عن كل المشاكل وعن كل الامور اللي بتتم وتحاك ضد نادي الزمالك، فهم واثقين في فرقتهم. بناء عليه انت هتنزل تاكل النجيله، تنزل تحقق المكسب، تنزل تجيب بطولات لنادي الزمالك. زي ما انت بتقول كابتن سمير، لما بيبقى في رئيس نادي قوي بيقدر يجيب حق نادي الزمالك، والجماهير نادي الزمالك بالذات ذكيه جدا وعارفه جدا المعادله دي كويس قوي. جدا جمهور نادي الزمالك طول عمره ذواق في كل حاجه، نعم، وذكي في كل حاجه، وانيق في كل حاجه، نعم. واحنا فعلا والله ما بقولها مجامله، احنا جمهور شيك بامانه. يعني بنشوف كل الفئات اللي في الناس اللي بتشجع نادي الزمالك بتحس ان هي عندها رقي، ناس بتحب النادي في الازمات قبل الفرح. نعم. فعشان كده لما الناس دي بتفرح احنا فرحانين جدا، انهم يستاهلوا ان هم يفرحوا، ويستاهلوا ان هم يكونوا في احسن مكانه، وما يستاهلوش ان هم دايما يبقوا مضغوطين، وما يستاهلوش ان هم دايما يبقوا مهمشين، لا، لازم ياخدوا حقهم، والحمد لله رب العالمين ربنا بيرد لهم حقهم، هم دايما في الصداره ودايما نعم. في الرياده، لان جمهور نادي الزمالك طول عمره كده في الرياده، جمهور حاجه تفرح يعني. ان شاء الله كمان بكره الجماهير خلاص يعني مقفلين اصلا من بدري كل التذاكر الخاصه بمباراه المقاولين، وان شاء الله باذن الله نشوف ملحمه جديده، وان شاء الله نشوف فوز جديد وفرحه جديده لجماهير نادي الزمالك مع لاعبتنا بكره باذن الله.